واصلين ضربات. النهارده بيتكلموا على ضربه الترجيح، قال لك محمد صلاح كان المفروض يشوط الرابعه مش الخامسه، اه او الثالثه او الثانيه، لو اي حاجه، اي فتي، لو اي حاجه، اي فتي، اي سلبيه تطلع. الخمسه دول اللي شاطوا في ماتش الكاميرون وجابوا الاجوان. هي كده اقول لك الان. تخيل بقى محمد صلاح النهارده شاط الرابعه ودخل مهند الخمسه، دخلت جول وجي مهند بقى شاط الخمسه وضاعت. يا راجل في حد يحط مهند داشين هو الخمسه الخامس؟ مش كان المفروض محمد صلاح اهم لاعب عندك بيشوط؟ لازم نمسك في حاجه. انا بكلمك على فكره، اللي بيقولوا كده دول حقيقه، انا دايما ببقى واضح في القصه دي، بس المره دي هم قله قليله جدا اللي بتعمل كده دلوقتي على السوشيال ميديا. لكن حقيقي الناس كلها، الاغلبيه العظمى، تدعم وتشجع وتساند وفخوره بلعيبه منتخب طبعا. بص يا كابتن، في طريقين، طريق بنقض عشان اكسب سبوبه او عشان اعمل ترند او 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 ما يهموش، مش فارق معاه منتخب مصر، مش فارق معاه كيروش، مش فارق معاه محمد، مش فارق معاه اللعيبه. يا اخي انا كنت لعيب يا اخي، يا اخي انا احس بيهم يا اخي. يا اخي النهارده الكره طالعه في العارضه، امام عاشور بيقول يا رب الحمد لله. يا اخي انت لما ابو جبل يستلم الجايزه يا اخي ويعيط ويبكي، يا اخي انتوا ما عندكمش احساس؟ دي لعيبه يا اخي، انت كنت لعيب في الملعب يا اخي، بتقول يا رب. فلا لا لا لا, لا. بجد اللعيبه دي تعبت. صح.